أمي هذا مو مال الصبح؟ هي مال الصبح لأن يوم بنحافظ على النعمة، النعمة بتدوم والله بيعطينا بعد زيادة عليها هاي النعمة. احفظ ما في يدك ينعم الله عليك، احفظها من الهدر يبادلك الله الأجر. أمي يوم أمس صرت بيت تربيعتي، نحن كنا ثلاث بنات ما شاء الله عليهم مسوين كل شيء، لكن أظن يوم طلعنا الأكل تم. نحن الأوليين نسوي صينية واحدة ونتيام عليها كلنا. See now mommy is making something new. Mommy is so proud of you that you learned how to use leftover food. هي الخبز يعني من الصبح ما اخترب؟ لا لا ما يخترب الخبز، ترى نحن ما نسوي لين وايد، ها تشوف انها يابسة عشان يتم يومين ثلاث ما يخترب يوم نسوي شوية يابس. أمي علمتني إياه وستي علمتنا وأنا أعلمكم إياه. I'll teach my kids how to not waste food ever again. هلا تاتا نحن بس بنقدر نعمل مخلل؟ لا في أشياء كثيرة عنا بنقدر نساويها ونحافظ عليها. Listen Max, just keep the rotten ones to the side because I'm going to make compost with that for the garden outside. So we can use every single item on the table here. We're not going to waste nothing. True. بتو أيوة برافو عليك يا بطل. Even we have too much blessings, we have to appreciate it. ماما الأسبوع الجاي عندي عزيمة جايين ضيوف. أهلا وسهلا. يعني حنروح السوق نشتري غراض كتير كتير. لا يا ماما أول شي بدنا نشوف شو في عنا موجود بالبيت، إذا في نقص بنروح السوق. Giving berries second life, right? Yes. لا تصرف يوم البحر تغرف، الواحد ما يوم الله يعطيه خير ورزق يجلس يصرف ويلعب ويشبشب وهذا، ولا يشل ويكرم منه ويعطي من يرانه وهله واللي يقربوا لهم، لا الواحد يحافظ على النعمة، النعمة هاي شر البحر.